انا بعتبر نفسي واحد منكم خصوصا بعد ما عم السيد الله يرحمه مات وسواء المصنع كسب المصنع لا لا بلاش امور اللف والدوران بتاعتك دي والنعمه الشريفه اللي لم عليك معلمين الحته يصطفلوا معاك ما تتكلمك يا ده احنا في بيننا بعض مشاكل تحب من بكره اكتب لك حقي في المصنع ليه ما اكتب لك حقي في المصنع لا يا اخويا ما تكتبليش حقك في المصنع ما انت خلاص رتبتها خدت نص مصنع ابويا دلوقتي راسم على بيته وبنته مين قوم افتحك يا ده الحقيقة يا ست ام بطل ايه صوتكوا جاي لحد اخر الحاره انت اللي جاب عايزينك على القهوه يا معلم الحقيقة مش عارف اتهم مع طعم ايه يا تعمى في ايه عايز اعرف اللي بيجرى في المصنع كله غلطت شحنت ام بطل لا يا اختي من حقك مش اسمع الحكايه ولا تتدب كذا الحمار قول يا اخويا من ست ايام ده لست مفر بتوع ضرايب كده حاولوا يعرفوا المصنع ماشي ازاي ما عرفوش إيه؟ لا في ورق ولا اعرف شغل الضرايب يعني المصنع ماشي يا ميوني ما تقعد محترم يا انت يا ما تسكت انا سكتنا يا ميوني ما تسكت مكان خطيبتي يا اخي ابن نفسك استغفر ربنا واحد من بتوع اللجنه ديت وقال لي هجيب لك ولد من الفلاحين يفهم في الضرايب قول له سكه يا سلام غلطتش انا في حكايتي يا اخويا معاك حق غلطتش يا خطيبتي شوف الراجل هجنني يقول لي يا خطيبتي طول النهار يفتح سيره الجواز وهو مساله عفوا تسمع تسمع تفتحش سيره الجواز دي خالص بقى خلاص اسمع يا سي برنس انت تروق كده يا اخويا لما تعمل نفسيتها تهدى يبقى افتحها في اي موضوع مظبوط الخليعه يا عمر انت شغلت يا سي برنس انست يا سي عمر مع السلامه تسلم رجليكم ايه بس يا تعمى ايه بس اللي انت بتعمليه ده الامور دي يا اختي ما بتاخدش كده الامور دي عايزه سياسه يا اختي الراجل ده من يوم ما ابويا مات وهو عامل نفسه ولي امري وما يجيش بقى يتصدر الا في الحته قدام العالم ويقول لي خطيبتي ما تسيبيه يقول اللي يقوله لحد انت ما تنولي مرادك وتشوفي عايزه ايه يبقى بعدها يحلها مليون حلاق يا ريت عينه كانت مني انا لا يا اختي بعد الشر عليكي من عينيه ده انا كنت كفرته في عيشه يا اختي بعد الشر عليكي وعليها الهي وانت جاهي يرزقه بواحد يطلع بزاز يعنيه من جوه الحين مع الناس يا داوة
بس نفسي بقى افتح مصنع واعمل فيه بسكويت زي ده. وعليك انت اللي شغال بسكويت. خش. السلام عليكم. سلام يا اخويا. حضرتك المعلم البريمس طبعا. ايوه. انا لطفي السيد عبد المولى. مالك؟ انا جاي من طرف حسن افندي بتاع درايف. حسن افندي بتاع درايف. ايوه. اتفضل ارتاح. اتفضل. مش حسن افندي ده راجل مجدع. لا يبقى جوز خالتي لازم. بس مجدع. جوز خالتك بس مجدع. مش من مده جاي بتوع ضرايب ودوروا على دفاتر المحل ما لقوش. حسن افندي خد على جنب قال لي هبعت لك واحد يسلك لك الضرايب. انا تحت الامر. تشرب يا اخويا. قهوتك مشروبه. طب تشرب شاي. يا عمر. عمر. نعم. هات علينا صوت للبيت. اهلا وسهلا. ده سبرنس بقى له اسبوع مستنيك على نار. وانا تحت الامر. ما تحفيش وقللوا في السكر شويه. الخروف. ما تاخد حتتين بسكويت كده بالصلاه على النبي تمز بيهم على الخروف ده. دمه خفيف الدوكش ده. دمه خفيف. ما بقالوش غير شهرين هنا. انما دمه خفيف وانا متبنيه. اهلا يا دوكش حبيبي. من هنا دي بالمحبه. انت بقى فتح مخك معايا في حكايه الضرايب ديت. فتح مخك وما عنديش مال اتبناك انت كمان. انا متبني كل الشارع. ايوه. النبي انا ما انا فاهم اي حاجه في النيله اللي في الليل. ايه يا كابتن. حصل خير. حصل خير. خلاص يا استاذ انت منصور. خلاص انا مش فاهمه اي حاجه في اللخبطه اللي هنا دي. ولو انا مش وقته هبقى ارجع لك تاني اقول لك عن النيله. خلاص يا ستي اديني جبت لك واحد استوردت احسن واحد محاسب ضرايب من المنصوره عشان هيريحنا وخلصنا الشغل. خلاص يعني خلصوا في مصر اول لما رحت استورد من المنصوره. راجل ضيف. مش الفكره. مش الفكره. المعلم جايبه عشان يساعده في شغل الضرايب والحاجات دي يعني. وبعدين ده راجل درس في المنصوره وفاهم. اسم الله. يعني المنصوره ابدا من هنا ايه في الدراسه؟ ما انا واخده دبلوم في التجاره دبه في عين اللي ما يقدرنيش. يا ست ما فيش حد بيقدرك ولا حاجه بس ايد على ايد تسقف. خلاص يبقى خليه يعمل لنا دفاتر جديده. ولو ان اول مره تعملها فيا يا برنس وتعين حد من ورايا. سلام. مع السلامه. ايه؟ اخت حضرتك؟ لا دي بنت الحاج سيد الله يرحمه كان شاركنا هنا في المصنع. هي قالوا لي حبتين انما طيبه وبنت حلال. وحلوه كمان. اللهم انت ما تدوكش. بقول لك يا عمر. ايوه معلم. تاخد لطفه فجر. مش لطفه فجر برضه؟ ايوه. تاخد لطفه فجر توديه للمبطه تقول لها ده تبع المعلم برنس. هي عارفه. وبعد شويه تبقى تيجي تقعد معانا قاعده نفهمك اليوم. يلا على السلامة يا لطفي. السلام عليكم. على السلامة يا اخويا. اتفضل يا بيه. مع السلامة. حلال. بين عليك حلال. نرجع بقى لمصنع البسكويت. انا بقول بقى ايه؟ مبطل. نعم يا عم. ده في عندي البريس كلمك عليه. اهلا وسهلا يا اخويا نورت. اوضتك موجودة. اتفضل معايا. اتفضل. اتفضل يا بيه. اتفضل يا اخويا. الف سلامة. اهلا وسهلا. معلش يا اخويا والنبي ما كانش قصدي. قصدي انت بطاحه قبل ما ترمي الميه. الله انا قلت لك معلش. انت هتفتح لنا محضر ولا هتفتح لنا محضر؟ انا تغرقني ميه وتبجح فيا كمان. يعني غرقنا الصوف الانجليزي. يلا اسحب من هنا رجله عليك بقى الصابة. اتلم يا بنت. انت بقول بس لما تلمك يا بقى كوزين الفنديه اللي ميه منك وسلطه ابيض. يلي يدور عليك يلاقيك سالف البدله بتاعتك. افهم افهم والله العظيم بتاعتي عديمه النظر يا بنت الكلب. عندك البرنس. ساكن في الاوضه دي يا اختي. عن اذنك احنا سايبين شاي على النار.
عندي نص نص. افتح يا رمية يا تلقيحة للعشرة منك بتعريفة. لو راجل افتح عشان اوريك مركزك يا عديم الملك والمؤهلات. انت ده ولا اللي جوه؟ ايه اللي بتعمليه ده يا ضيع؟ بس يا شيخه بلانيله بقى صح تبقي موجوده وتخلي افندي عيله زي ده يردح لكيدها مختي؟ لا بقى انت اللي تربطي على لسان كيدها مختك يا ضيع. ليه وحصل ايه؟ يا بصي على اللي حصل ده، البنت كيدها مغرقت هدوم الافندي ميه وسخه ولا ايه؟ نزلتي شتيمه شتيمه. انا عارفه مدارس ايه اللي بتوديها لها دي. البنت الكدبه دي، البنت دي قالت ان هو اللي ردح لها وشتمها. البنت بنتي ليه؟ وصدقتيها؟ طب دي هواله زي امها. كمان انا هعمل ايه دلوقتي؟ ده انا فضحت الدنيا. اسمعي انت المفروض تصلحيه وتاخدي هدومه وتغسليها وتكويها. اه صح. عن اذنك بقى اعمل الشاي. فتي قدامي هواله زي امك. فوتي يا نكتي. يا حضره يا سمكيه اللي جوه يا افندي. مين؟ انا دعمة. ايه؟ انت خايف تفتح لي ولا ايه؟ لا يعني اصلي من غير هدوم وبغاير. ما انا عارفه. عارفه؟ يا نهارك اسود. افتح يا لطفي يا فندي وهاتي الهدوم. عايزه الهدوم تعملي بيها ايه؟ اغسلها لك. كتر خيرك، الست اللي فوق لسه غسلها من شويه. يا عم افتح، انت ما بتتكشفش على حريم ولا ايه؟ انت لويت بدل ما تشتغل في المصنع تبيع الاسوس؟ سوس؟ والله الفكرة. طب يلا هات الهدوم اللي وسختها لك كده. لا كتر خيرك، أنا هاخدهم في أمي بمعرفتي. يا عم احنا اللي وسخناهم يبقى احنا اللي نغسلهم، ما فيهاش حاجة. لما أنت شرفك إن البدلة دي بالذات هي اللي اتوسخت. بلانيلة، أنت حياتك غيرها. ما قلنا كده من الأول، نغسل هدومنا بإيدنا ونترحم من مقلاشة. الله، ده أنت من أبو لامس بقى ما بتستحملش كلمة. استنى راجل غلبان وعلى قدي. وانت سبت صاحبة مصنع قد الدنيا. الجا التحليل عليك وعلى المصنع بلانيلة. مصنع ايه؟ هو جايب همه الشاي. ثلاث كوبايات ده انت هتقلبيها قاعدة بقى قبل ما تتعرفي على سي الاستاذ وسي الاستاذ يتعرف علينا. اني لطفي السيد عبد المولى من بلد كده جنب دمنهور. اسمها ايه؟ لا ما فيش داعي للاواضي. اواضي؟ تبقى خير بيتي. اني ماليش دعوة. انا قلت حاجة. اتفضل. و لما انتوا قرفانين من المصنع كده جبتوني من اخر الدنيا على ملا وشي عشان امسك دفاتره ليه؟ ما تسيبوه مضطربة على دماغ اصحابه. مش احنا يا اخويا، ده البرنس هو اللي جابك عشان تصلح دفاتره مع الضرايب. عشان يستلم المصنع مشفي كده من غير ضرايب. شفي؟ شفي يعني ايه؟ اصل زمان ابويا كان مديون ب 500 جنيه، فالبرنس اداهم له ولهف بيهم نص المصنع، ودلوقتي طالب مني 20,000 جنيه في نص المصنع هو برضه. طب ما تديله ال 20,000 جنيه وتطرديه بلاش وجع قلب. اتنقل عليكم على سنينك. اطلب منين؟ انا حيلتي. طب ده انا واختي اللي بيخش لنا من المصنع اقل عيل صغير بياخد اكتر منه. ده على كده بقى البرنس ده حنش. يا عم احنا هنشيلك همنا ليه؟ اشرب الشاي. بقول لك ايه يا تعمل؟ ايه؟ ما دام سي الاستاذ هيتوظف عندكم في المصنع يبقى يقدر يخدمك. والله انا خايفه الله يطويه زي ما طوى الدكش وغيره وغيره. مين ده؟ لا استطعم انا صحيح راجل غلبان وعلى قد حالي، لما بعرف ربنا كويس. طيب انا هقوم بقى عشان اغسل لك الجاكيته بتاعتك. مش مهم، مفيش داعي. مفيش داعي يا راجل، هتروح المصنع كده كبرليه. سكر ست طعمة دي. امال البرنس هيموت عليها ليه؟ هو هيموت عليها ولا على المصنع؟ على الاتنين. الله يخرب بيت ابوه. ايه عليك وعلى سنين؟ ايه اللي هتبتدي ده؟ تدوري ميه وسخه على بدله الراجل؟ حاكم يا اختي، ما انا طول عمري باكل ميه وسخه من البلكون، اشمعنى ده اللي اتنحررتي عليه؟ انت معايا ولا معايا؟ انا مع الحق يا فلح. يا خرابي في بيتي لها بدله رجل. طب ما تقريش عقبال ما تتملي يا رب. واول ما توصل الزفه تطلع انت ولاد عمر تلقط المعلم بالمياه دي. بالمياه دي كلها يا معلم؟ لا طبعا، بعد شويه تروحوا للالاتيه تاخدوا 90 وتسيبوا لهم 10. وهم من غير مؤاخذه يعني عارفين النظام ده؟ كل العوالم والالاتيه عارفين النظام ده كده ولا يا ابو عمر؟ مظبوط يا معلم برنس، عشان نأبج الموزز. أبجوا الموزز؟ تقوم الموزز الفرح بقى يتنحرر كله من البقى بالميات. ده انت بتحبه قوي يا معلم، باين عليك. بحبه. تقدر تقول اننا واحد. يا رب يا رب يا رب يخليكم لبعض يا رب. بالاذن يا معلم. لا بالخليعه. اخلع. خد يالا. ايوه. المياه يا حمار. شكرا يا معلم. Thank you.
المعلم النون النون ألف مرة النون نورت حريتنا أجدع سلام للنون والمعلم البرنس البرنس المعلم البرنس بيمسي بيمسي ويصبح ويصبح عليه ألف تحية وسلام وأنا وأنا الدوكش صب البرنس والنون كمان رعاصنا جدع حلاوتك يا نن زي البن في القهوة خرجت من السجن يا نن دخلت القلب على سهوة يا روح إلهي اللي يكرهك يا نن إلهي اللي يكرهك يا نن يفرقوا على روح أبوه قهوة البدله ما تنكوى الله وانتوا هتكوها كمان كتر خيرك يا طعم اتفضلي لا انا هاكل لقمه دهنيه تانية مع اختي كيداهم فوق لحد البدله ما تنكوى كلام ايه ده علي طلاق بالثلاثه ماني مادي ايدي على الاكل اللي سكلتي معايا يا نهار اسود لو انت متجوز يا سي لطفي لا امال بتحلف بالطلاق على الولايه ازاي لا بس اصل يعني مصيري في يوم من الايام هتجوز وبتمرن اخص عليك يا سي لطفي خضتني وانت بتحلف اتخضتي ليه بقى خفت على الغلبانه اللي حلوه المقطقطه لو انت طلقتها لو انا ما اكلتش معاك لقمه هنيه فين اللقمه الهنيه اتفضل هو الوحيد اللي لا جه يسلم ولا يبارك مع ان التلات سنين دول كان هو احق بيه الحقيقه يا نون الراجل ما كانش متاخر عليا في حاجه ابدا في مده غياب طب دخيله كان مغرق عليا البيت دخيل انا لاحظ مش انا اللي شلت عنه التلات سنين دول اعترفت بالجريمه ودخلت السجن بتاعه ده كل يوم في السجن انا لاحظ كان يساوي مليون جنيه يا اخويا الغايب حجته معايا الله مش البرنس اللي حجته معايا ده كان لازم يكون اول واحد هنا طب على الاقل عشان نتحاسب ما تحطش في بالك بس البرنس اخوك واكيد هيجي عشان يبارك لك يلا يلا يا حبيبي خش انت خد حمام العافيه الله يعافيك يا عروس يا جميل بردور اهلا امال المعلم فين في الحمام كده يا برنس تبقى اخر واحد يجيني مش البرنس اللي يجي للنون في الزحمه انت صاحبي واخويا لازم احتفل بيك على رواق لوحدي مش كده لاحظ طبعا ده انت اخويا يا حبيبي ده انت اخوات ربنا ما يحرمكوش من بعض اعمل لي شربات اخويا بقى اشربه من عينيا يا اخويا والله العظيم لاحظ ليك هيت في عينيا تسلم يا حبيبي ضغط يا جدع انت بتتكلم ازاي طبعا قول لي بقى عملت ايه في ثلاث سنين اللي قضيتهم في النادي اسكت يا برنس كانوا اسود سنين مرت في حياتي يا لطف الدوسات كلها هي قدامك تراجعها من اولها لاخرها وتشوف العلاج ايه عشان نعمله ماشي الكلام طيب بالاذن هوصل مشوار وهرجع لك تاني على طول ها ماشي كنت بقول ايه يا صدوكش نعمين هي ولا مؤاخذه الست بتاعها اباحها قد ايه يعني من المصنع هنا لا دي مش شغلتك وبقول لك ايه ما تتدخلش في اللي مالكش فيه ها انت تحط دماغك في شغلك عشان ربنا يكرمك وبس يعني كان مجرد سؤال كده على الماشي يعني مقصود لا حاجة. سؤال على الماشي ملوش رد عندي بالاذن يا اخويا بالسلامه هو ده اخر كلام يا نون ايوه يا برنس
وانت راضي عن كده؟ لو كنت اتسجنت الثلاث سنين دول كنت قلت نفس كلامي. الله، ما كلنا اتسجننا يا جدع. هو انت اول واحد يتسجن في الدنيا؟ بس السجن تعبنا يا برنس، علمني ان انا ابعد عن طريق الحرام خالص. واللي احنا بنعمله ده حرام؟ امال ترويج الحاجات دي حلال؟ يا ابني ده للمزاج، للمزاج. انا ما بهزرش يا برنس، انا بتكلم بجد. على اول حسبك تفكر. انت عارف ان انا ما اقدرش استغنى عنك ابدا. عقلي انا واحد. من عينيا يا اخويا، سيب لنا الموضوع ده. ما هنشتغل سوا، هنشتغل سوا. وافقت او ايه يا برنس؟ لا ما انت هتوافق. اختي هتقنعك، والله اختي كنت شايلها في عينيا. ربنا يديم معروف. سلام عليكم. سلام. ده تهديد بقى. الحلوة على فكرة. والنعمة كنت هاخدك باللوكش. وشو؟ لا يا اخويا تنقطع ايدي. رايح فين؟ رايح اشتري حاجة. وين؟ انا رايح اشتري حاجة برضه. ايه؟ اللي انت هتشتري منه. يلا. بس لو تقولي لي بس انت رايحه تشتري ايه بالظبط؟ ما تخافش يا اخويا، معايا فلوس، وحبيت اسلفك كمان هسلفك. مش القصد، انا بس عايز اعرف انت رايحه فين بالظبط. اي حته هلاقي فيها طلب. اي حته؟ اي حته. اي حته، اي حته. طيب ممكن اعزمك على شيراتون؟ نعم يا رخالتك. الشيرت حته واحده؟ هلا انت مستقليه بيا ولا ايه؟ قدامي على الشيرت. قدامي انا، انت هتهتني شيراتون؟ شيرت اتفضل. من ناحيه زي ما انت كده بقى ممكن تبات في الهيلتون صح؟ ايوه بس على الرصيف المقابل. بذمتك لو قلت لاختك ان اكلت في شيراتون مش هتصدقك. ما هو ما انا جبت من عندي حاجه الحمد لله. صح يا معلم برنس. الفقر ده له ناس بالعنيه مولودين عشان الفقر، لايق عليهم الواد لطف واحد منهم. انت بتقول كده ليه يا معلم؟ ليله حلوه زي دي مسافر يا حلوه. ليله مهببه زي دي، مش كهجه معانا هنا ونسي العيش الشمسي والجبنه القريش بتاع بلدهم كان فتح مخه للضرايب. ده انا حفيت دخت عليه يا معلم. انت ليه الليله دي سهران في الفواطيه؟ ولا بيتعشى لحمه راس؟ والنون الاخر لو ما نشلش دماغه كان زمانه هنا بينسى ايام النادي، الايام السوداء. سيركة الصالحه يا معلم. بتقول ايه يا غبيط؟ من سيركة الصالحه يا معلم. الميه ترجع لمواسير. حلاوتك يا بتاع المجاري يا بتاع الصرف الصحي. واول طريق زراعي هتسلم البضاعه هيسلموك 15 باكو. طيب وهعرف دول من دكان ازاي؟ الكتكوت ده في عينه فيها نني. البضاعه في الكتكوت اللي ما فيهوش نني، فهمت؟ فهمت. يلا توكل على الله. تعالى اصلا. ليش؟ هتروح الدرايف انت بقى عشان تخلص المواضيع دي؟ لا لسه بقول يا هادي يا عم الدوكش، مش لما نرتب الاوراق الاسمى الاول وبعدين نروح؟ يا دوكش. ايوه يا ريس. بقول لك ايه؟ ايوه. خلي بالك من المصنع انت وعمر، انا رايح مشوار للمعلم النونو جاي على طول. طب ما اجي معاك. قلنا خلي بالك هنسيب المصنع لوحده. صح كلام. خلي بالكم مش عايزين الحاجات دي في الدرايف. بالخليعه. بالسلامه. يعني خليعه يعني ايه؟ مش قصده خليع عم صدني. رخص يا بيه. انا مش بتوع رخص يا ابني، فتشوا العربية. دلع بقى عشان تنزلي تجيب الخضار. مش الواجب تسالي الاستاذ يحب خضار ايه؟ بسله، ملوخيه، ولا قولك يمكن بيحب الزن. لا يا اختي هياكل اي حاجه من ايدي ما دام انا اللي طبخاله، وان شاء الله يا رب سم. يوم وانا ذنبي ايه تسمميني معاك؟ ما تبطلي مياسه بقى تخشي تغيري هدومك. حاضر يا ستي اغير هدوم عن اذنك. على البنت دي وعلى سنينها. بنت 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 يا كيداهم. ايوه. والنعمه الشريفه ده احلى منك. برضه ما اقدرش استغنى عنك يا نوني. كفايه تقلي بقى يا اخي. والله ما هو تقل يا برنس، بس السجن علمني الخوف. هالدنيا يا برنس ما تحضرين. انا لاحظ جرى ايه يا نوني؟ البرنس بيحبك ومش عايز يشتغل من غيرك.
الله يا اخي حبيتك حيه تلفح بيها. قلت ايه؟ ما قلتش حاجه بس. يا بس مش هنشتغل سوا؟ انا هنشتغل سوا. يلا على خير الله. يلا الفاتحه بقى ان ربنا. لا 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 بلاش كلام ربنا برضو له احترام. ماشي وحافظ زبوعك والشغل هكون عندي. ماشي يا اختي. ماشي يا اخويا. يلا ولعونا في حمايتين بقى. عينيا ولي ناس لا عام. مين؟ انا يا لطفي. اتفضل. ايه ده؟ مش انت عزمتني على العشاء امبارح؟ عزمك على الغدا النهارده. ليه التعب ده كله بس؟ لا مفيش تعب ولا حاجة، أصل أنا محبش حد يقعد مضايقني كتير يا عم. واحنا بينا وبين بعض اليوم برضه، هي ما كانتش غدوة بسيطة في الشركة. طيب أسيبك تتغدى؟ لا راح فين؟ لازم هتاكلي معايا. لا لا أنا هطلع آكل مع كيداهم. هو مين ده؟ هتاكلي معايا؟ أنا هتاكلي معايا؟ طب عيط راجل. والنبي والنبي ما أنت قايلها يا سي لطفي، حرام دي غلبانة وبتحبك. هي مين دي؟ البنت الحلوه المقطقطه الجميله اللي انت هتتجوزها واللي هتتغدى معاك دلوقتي. يا دين النبي هنحل من اولها. يلا يا رجاله. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا. نورت البلد كلها. الله يكرمك يا معلم. مش كنا هنروح في 670 داهية؟ ليه خير؟ خير؟ مش ولاد الحلقة قابلنا على الطريق؟ يسر انت كان في حد مبلغ عننا. قاموا فتشونا حتة حتة، باكو باكو، حتى العيلة بالمتعلمة. ناس طيبين صحيح. البرنس لما عرف انهم بيراقبوا الحلاوة، غير سكته. تعالى حواريك السكة. شيل معايا شيل. اجمد امار. هوبا. هوبا. تعالى نهو. ايوه امسك من تحت. يا معلم. ايه في الشارع؟ في الشارع. تحب اطلع لك بيهم على القهوه؟ اخ بقى لو كانوا حطوا ايدهم على دول كانت بقت حاجه تانية، لكن اكيد النقله اللي جايه 100% هيغير خطته مره تانية. حبيبك اللي تحبه يا نن قد ضيعنيك، افرح في غيبتك وياكل في بيتكم كيك. يا عيني يا عيني اوي. النبي منور يا نن. ده انت اللي منور يا عمر، والنبي برقبة احمد عدوية. الله يخليك. حبيبك اللي تحبه قد ضيعنيك، افرح في غيبتك ويروح يا نن ياكل في بيتكم كيك. هضرا النن سكارى سكارى جنبنا، هضرا النن سكارى سكارى جنبنا. كم بنينا من خيال حولنا. يا سلام يا سلام يا سلام عالوداد بعد الخصام. يا سلام 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 سلم. يا سلام يا سلام يا سلام عالوداد بعد الخصام. يا سلام يا سلام يا سلام. طب يا سلام يا سلام يا سلام سلم. وشعرك حنيتي بالزبدة ودهنتي، وشعرك حنيتي بالزبدة ودهنتي، وشعرك حنيتي بالزبدة ودهنتي، وشعرك حنيتي بالزبدة ودهنتي. ولما جه النن سيبتيه سيبتيه
وانا اللي ليلي طال. كان قلبي حاسس ان حد هيخوني. الحمد لله يا معلم برنس جت سليم. مين اللي خاني؟ الواد عمر؟ مش ممكن. النون برضه مش معقول. الدكش الواد لطفي اللي محد يعرف حاجه عن النقله دي. بس تصدق بجلال الله يا معلم انت عليك حته دين مخ. ده حتى الظابط وولاد الحلال اللي معاه فتشوا العربيه حته حته ولما ما يلاقوش حاجه راح تلف في وش انا والسواق. انت بتتكلم ازاي؟ ده انا البرنس اللي مدوخ عالم. طبعا ده انت عليك حته مخ. امشي يا اخويا امشي. بس هما كانوا بيفتشوا ويقلبوا في العربيه دي ليه؟ كانوا بيدوروا على بترول. اخرس. قول للواد لطفي ان انا عايزه من المهمه الصبح. حاضر. ان حد كان موجود ساعة العربية ما مشت. مصادرنا اكدت ان ابو خشبة والبرنس قسموا الشغل بينهم الاتنين. واحد اختص بوجه بحري وده ابو خشبة، والتاني اختص بالترويج في وجه ابلي وده البرنس. ويدل على ذلك انتشار كمية كبيرة من المخدرات بعد عملية الشوكولاتة اللي تمت من يومين ونقلها بعربياته. يا فندم كل السيارات المتوجهة لوجه ابلي فتشناها بدقة ما وجدناش اي حاجة. البرنس عرف ان احنا مراقبين كل عربياته وتنقلاتها، وعشان كده غير في الاسلوب بتاعه، ومش كل عملية هتبقى شوكولاتة. ان شاء الله هنقبض عليهم يا فندم، ابو خشبة والبرنس باذن الله. ودلوقتي هشرح لكم الخطة. الشنطة دي هتوصلها العنوان المعجم. ايوه حاضر. واجيب لحضرتك وصل كده؟ لا الوصل هيجيني لوحده. بس كده؟ بس كده. ما تروح معايا دوكش، اصله غريب مش مبادر. ماشي يا معلم بالاذن. بالخليعة. وراهم يا عمر. انت انا ماليش دعوه. ايوه هي الشقه 22. ايه الدوشات فول؟ ماليش دعوه يا عم. ادي كرص. السلام عليكم. السلام. المعلم بعت لك الشنطه دي. المعلم البرنس. البرنس. ايوه يبقى انت الخواجه. مظبوط. اتفضل. السلام عليكم. ايه دي؟ خواجه هو بياكل فول؟ اتعدى. ايوه عايز يوسع مخه. براء براء يا معلم. عرفت. عرفت منين؟ الخواجه كلمني الصبح قبل ما انزل وقال لي ان الشنطه وصلت. الله ما تفهمونا ايه العباره. لا ده امتحان كده على الضيق للواد لطفي. قلت بالمره ينفع الواد الدوكش. وطلعوا ايه؟ نجحوا جابوا مجموعه دخلهم الطب. وناوي تشغلهم معانا ولا ايه؟ مش بعيد في ازمه في الايدي العامله. الواد من دول تجيبه تكبره يعمل معلم وتعرفش تكلمه. ده انت جامع يا معلم. اه بس ناقصني الساعه. على فين؟ جاي. مبطع خير يا دعم. مساء الخير. يسعد مساكي يا اختي. هو لطف فندي ما جاش لحد دلوقتي؟ لا ده ما جاش، ونور اوضته ما نورش من اول الليل. طيب صباح الخير. انت من اهله. اه الحب بلا. انت قلقانه عليا يا تامر من ساعه ما ساكن هنا ما غابش الغيبه الطويله دي كلها بره. اه انت خايفه لا يطفش ولا يدفعش الايجار والنبي تتنيلي على عينك. طيب انا عندي فكره تريحك. ايه؟ تجيبي منادي يقول راجل طوله مترين وعرضه متر وربع تايه من الصبح يا ولاد الحلال يا عدوي. انت مش هينفع فيك الا انا.
النبي ما انا عارفه يروح كيدان. ما تنامي لك شويه يا حبيبتي، ولا اقول لك قومي انزلي دوري عليه. عارفه هو ده الحب. اعوذ بالله اخي علي. يا مبطل مع مين يا ست تعب؟ امك فين؟ راح تجيب لحمه من الجمعيه. طب خش خش يا سهتان. مشوار صغير كده لغايه الراجل بتاع العسل، اتبع على بضاعه عسل، وانت تخلي بالك من المصلح. لما يجي الواد لطفي اقول له خلص حكايه الطريق. يا برنس فين النيله جت عليك وشغاله عندك ده؟ ليه حصل ايه؟ انا عايزاه. هو فين؟ تلاقيه في اوضه. مش في النيله الاوضه. امال هيكون فين يعني؟ مش عرفني. انا السلام عليكم. لا سلام ولا كلام يا حبيبي. تلم هدومك يلا وتشوف لك حته تانية غير بيتنا تسكن فيها. تلم هدومي؟ اه. ايه يا ست طمع حصل ايه؟ حد ينسى الحاجات اللي انت ناسيها في الاوضه يا راجل يا مخلص. حصل ايه؟ خلصوني انا عايز امشي ورا شغل. لا قبل ما تمشي شوف لك سالفه في الراجل ده. خلاص الدكش اهو خلص كل الحاجات دي وانا واصل الراجل بتاع العسل. فهموني ايه اللي حصل بقى؟ شوف انا دخلت اوضته اوضبها له. انت وضبت الاوضه كتر خيرك. متشكرين قوي. تسلم ايديك يا ست. استنى كمل ما تقفلش عليا. الراجل يا اخويا دخلت الاوضه وضبها لقيته ناسي حاجات في الاوضه. بعيد عنك يا دوكش. ايه ده انت كنت سايب ايه في الاوضه؟ انا هي ما فيش حاجه خالص يا راجل. اقول لك ايه؟ ما تيجي نحل المشكله دي في البيت. انا مش عايز احل المشاكل في البيت. اتحل انت وتقول لي هنا دلوقتي. بقول لك ايه بقى؟ اخر كلام، ما دام الموضوع ده حصل في الاوضه يبقى ما يتحلش الا في الاوضه. ايوه انا من راي دوكش كده. نحله في الاوضه. قفلتها؟ يعني هتروح مني فين؟ اتفضل يلا على الاوضه وبرضك هتلم هدومك وتمشي من البيت. هكمل انا ما اضيعش الحاجات اللي انت بتعملها دي. حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ ايه خش عشان انا اصل دمي فاير وقاعد احرق في اعصابي من الصبح. تسمع تقول لي دول ايه؟ دول صور. يا حلاوتك ما انا عارفه انهم صور. بتوع مين؟ بتوعي. الستات اللي في الصور دي انت؟ لا مش أنا، بس أنا صاحب الصور ذات نفسها. يا سيدي أنا بسألك على الستات الحلوين الريفو اللي في الصور دول بتوع مين؟ كنت عايزانا نتناقش في الموضوع ده في المصنع وقدام البرنس. لا ده أنا أتناقش مطرح ما أنا عايزة. أنا ما حدش يحجر عليا كمان. وشيل من دماغك بقى إن أنا بتناقش عشان أنا غيران عليك ولا أنا دمي محروق ولا هتهطل في نافوك. لا أنا ما أسمحش إن الستات الحلوين دول يخشوا أملاك المحترم. يا ستي وأنا دخلت الستات عندي؟ آه دول صور. أيوه حبة حبة بقى. النهارده صور بكره دخل الستات نفسيهم واطلط خان على قفايا. وبعدين معاكي بقى في الانفاص اللي انت بتقوليها دي. اطلطخ وفلسع. تعرفي لو قلتي حاجه من دي هلزقك قلم على قفاك. انت فاهمه؟ بعدين دي صورة اختك الكبيره وبنتها. اختك الكبيره حلوه كده؟ ايه؟ طالعه لي. لا مش طالعه لك. دي ملونه بالالوان. الله انا داخل ايه في كده بقى؟ طب انا اتاكد ازاي؟ طب عليا طعم الندى. الندى الله يسترك يا حبيبي. ما تفولش عليا كل التفويل ده ربنا يخليك. طيب خلاص. كنت فين امبارح؟ امبارح؟ كنت في الهلال الاحمر. ليه؟ يا ابني اصلي وانا ماشي كده عربيه خبطتني في قصبه رجلي. يا ام ستي السوداء وريني. عايزه تشوفيها؟ اه وريني. مفيش حاجه. لا فوق شويه. مفيش. فوق كمان. مفيش اي حاجه. بص اه ما تتخبط كل يوم. ضميري تعبنا ولا لاحظ ان امي صاحبي. قول لي ضميرك بقى وسد نفسي وانا لسه جايه لك. ثم لما انت ضميرك صاحي قوي كده كنت بتحبسه ليه سنه واثنين وثلاثه؟ ما انا لما اشتاق لك واحبك ادخله السجن. طيب ادام كده بقى يلا ريح ضميرك. لاحظ يا
لاحظ يا لاحظ لاحظ واحد فين المدير أنا وصلك؟ إيه؟ لا 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 أنت جننت ولا إيه؟ ده النن عارف إن أنا عند أمي. طب ما أنا زي أمي. رجالة رجالة مع تمنيات شعب مصر بالتوفيق لفريق مصر القومي لكرة القدم. كنت فين يا ستان؟ كنت عند أمي. أمك؟ مش شفتيش ده؟ وبعدين أمك كانت هنا ولسه ماشية. برضه كنت عند أمي. رحت ما لقيتهاش قعدت استنيتها شويه وبعدين جيت فيها حاجه يا ننتي لا مفيش بقى هو برضه لو كان يعرف اربع ستات كان حط صورهم في جيبه امال كان هيعمل ايه كان حط كل صوره ست في جيب عشان الستات ما تتخانقش مع بعض حلوه ملعوبه شفتي تعرف يا لطفي كان نفسي قوي يبقى لي اخ زيك عشان ياخد لي حق البرنس ماني زي اخوك واكتر يا طعم يا عمي معقول انت هتخون الراجل اللي بيدي لك مهيتك الله ملعون ابو المهيه اللي اخدها من حقك بالحرام رسين انت بس على كل حاجه على البرنس وسيبينا نتصرف ربنا ما يحرمنيش منك ابدا وهو دي السؤال اللي دايما اساله لنفسي مدام طعم واختها ليهم نص المصنع ليه ما بيركبوش عربيات زي البرنس مادام بيكسبوا قده لو سالته هيقول لك عنده اشغال تانيه بيكسب من وراها زي ايه كده قال ايه بيجيب حاجات مستورده ويبيعها طب فين هي الحاجات دي وبيبيعها فين والنبي يا لطفي انا خايفه لا يكون بيشتغل في الممنوع بس لو انظبط مؤكد المصنع هيصدروه تبقى مصيبه ونعيش منين وهوشتني يا لطفي يبقى لازم بقى نستقصى ونعرف الموضوع كويس احسن المصنع يروح على كل حال انا هحاول ادعبس وراها يمكن الاقي حاجه بأديكي بيها خبر تصرفني خلينا في موضوعنا خلينا في موضوعنا مش عيب برضو تستلطخني وتقولي على الصور انها اخواتك مش قلنا بلاش حكايه تستقفني وتستلطخني وتستلزقني وتديني على قفايا دي الله مش بحكم الشغل والبيئه يا لطفي معلش بطليها عشان خاطر اصلا خايف تقولي الكلام ده قدام اخواتي اللي هتشوفيهم بعد كام يوم ما تيجي نسافر لهم بكره يا لطفي ده كلام الواجب هم اللي يجوا يشوفوكي ويتعرفوا عليك ويخطبوكي الاصول اصول الليلادة ابو خشبة عامل حفلة زفاف لبنته وحيوصلها لطنطا موكب زفاف وعربية عفش كبيرة وما نستبعدش ابدا ان يكون في عربية العفش دي تهريبة وعشان كده لازم نتأكد من سلامة تصرفاته الليلة وسيادة العقيد احمد فؤاد بنفسه هيقود الحملة تحت امر سعادتك يا فندم كده انك هتحصلنا على الفرح ايوه بس الاقي الكام ورق اللي ناقصني له طب نسيب معاك مفتاح المصنع وتبقى تحصلنا ماشي بس ده هيجي ازاي ده غريب عن البلد وممكن يتوه ايه اللي يسال ما يتوهش يا دوكش خلاص نسيب معاك عمر ما هاته عمر بس قول له شهلنا شويه عشان نلحق الهز شهله عشان يلحق شهله وما تاخرش عليه احسن يغني لك يلا بالاذن يلا سلام ولا واد يا مظلوم يعني شهله اجيب لك كوبايه شاي تعمر مخك صح برضه عشان يلحق الهز ماشي الشاي التمام اللي يعدل الدماغ وشك سكر مفيش مال يوسف انا معيش شويه بقول لك ايه ايوه انا هوصل دوره الميه اشرب الشاي طب بسرعه عشان نلحق الرقص ماشي Thank you.
ولا ودا مظلوم ولا ولا لا لا بس انتي اصلك فاجئتيني. انتي ايه اللي جابك هنا؟ انا جيت عشان اشوفك. انا اصلي كنت بتمم على المكة عشان الضرايب. ايه اللبس المنيل اللي انت لابساه دي؟ ماله ايه مش عاجبك؟ انت عجباني بس اللبس كده يعني مش راكب على بعضه. بعدين بعدين انا هبقى نجارك واخليك شيك زي كده. طيب اقعد معاك شويه؟ لا لا سلام. انت دلوقتي لحسن الولا عمر ابن العبيطه هنا شوفنا مع بعض يقول البرنس وانت عارفه انه بيحبك تبقى واعي. بس انا بحبك انت. وانا كمان بحبك انت بس بالسلامه انت دلوقتي. طب انت هتروح فين؟ انا هاخد الولا ابن العبيطه عمر ده ورايحين الفرح للبرنس. طب اوعى انك تروح كده ولا كده؟ لا لا ما تخافيش طمني. عيني لا هتروح كده ولا كده؟ ولا انت تروح كده ولا كده؟ ولا اني ولا عيني. طيب بالسلامه. مش عايز حاجه؟ لا كتر خيرك. طب بالسلامه انت دلوقتي. باي. قوم حي المعلم. ماشي. التحية دي من الجيزة. التحية دي من الجيزة. 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 والمعلم حسونة المضلع. المعلم حسونة المضلع. بيحي. بيحي. الجدعان. 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 والمعلم أبو خشب. أبو خشب. المعلم أبو خشب. أبو خشب. سلام. والتحية دي. والتحية دي. برضو من الجيزة. برضو من الجيزة. من جدعان الجيزة. من جدعان الجيزة. بيحيوا المعلم البرنس. 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 ملك الشوكولاتة. ملك الشوكولاتة. والحلويات. حلويات. كمان مرة الشوكولاتة. كمان مرة الشوكولاتة. سلام. سلام. وأحلى تحية لينا وللجدعان. في الفرح. واللي في الفرح. ألف مرة. ألف مرة. ألف مرة. ألف مرة. رجالة المعلم أبو خشبة. أبو خشبة. رجالة المعلم أبو خشبة. أبو خشبة. اللي نورونا. نورونا. معلم البرنس. برنس. بتاع باب الشعرية. باب الشعرية. البوليس لا. المباحث نو. تمام يا حكومة. ليلتنا عسل. مش قادر افصل حكايه البوليس دي. تفصيل ايه بس يا معلمه؟ كل حته اروحها الاقي البوليس مستنينا. وقعنا البوليس كان مستنينا في فرح ابو خشبه كمان. انما هو كابس علينا. دي مساله حظ يا معلمه. مش متهيألي. امال ايه؟ الواد لطفي الفقر ده راح فين؟ انا شفته كان مرمي على الارض وتلاقيه زمانه مات. ايه رايك يا عمر؟ رايك يا معلم برنس؟ يبقى مات. مات؟ قرب تعالى. محسوبك يا سعاده بيه. اظن انه بادي بقى التقبيضه مضمونه 100%. الله لا يقدر يا بيه. والكميه اللي اتظبطت في عربيه العفش
وكنت لففها على انه جهاز بنتك موديه للعريس في طنطا مش ملكك؟ يا سعاده البيه انا ماليش دعوه بالعربيات، يمكن تكون ملك شركه النقل. طب والكميه اللي ظبطوها في الشقه اللي فوق؟ يا سعاده البيه الست اللي فوق انا ما اعرفهاش، دي طلقت يعني غريبه عني يا بيه. الكلام ده بقى بقوله في النيابه، خدوه. على فين يا بيه؟ ابو خشبه. نعم يا بيه. تعرف ان معظم المعلومات اللي جات لنا من واحده من نسوانك الثلاثه؟ مين فيهم يا بيه؟ شوف بقى انت مزعل مين فيهم. الله يخرب بيت ابوهم كلهم، ما تاخدوني. احنا هنجرش العربيه في حته بعيده. ليه؟ احنا مالنا معلم باللي حصل؟ البوليس ما بيسيبش حد في حاله. امرك. وانت تروح يا عمر. حر يا معلم. واحنا مش هنروح يا معلمة؟ لا انتوا هتسهروا معايا للصبح في الحسين. عمر، وادي عمر. ايوه ست طعمه. انت كنت سهران فين؟ كانت ليلة سودة بعيدة عنك يا ست طعمه، قامت خناقة في الفرح، والواد لطفي اتعور وشالوه ودوه المستشفى. يا نهار اسود، مستشفى؟ مستشفى ايه؟ بيقولوا اصل العين، على مين بكره نعرف. السلام عليكم. اكيد الواد لطفي هتيجي رجله في التحقيق. هو ماله؟ ولا يعرف ايه عن اللي حصل ده كله؟ مش كان في الفرح وانصاب العركه؟ ده طول الله برسيمه. مين؟ ده حمار ويفهم حاجه. بس 100% الواد ده بقى مش هيفرجوا عنه. ليه يا دوكش؟ ما معهوش اي حاجه تثبت ان هو غريب عن المنطقه. اه صحيح، بطاقته عندي. صباح الخير يا برنس. اه صباح الخير يا طعم. والنبي يا اخويا شوف لك حل بقى، انا ما اعرفش اشتغل في الحسابات ومع البنات، فين الموظف بتاعك؟ بقول لك يا طعم. ايه؟ انا عايز منك خدمه. والنبي يا اخويا خلينا في موضوعنا الاول. لا، ما هو الخدمه اللي عايزها منك لها علاقه بموضوعنا. شوف يا ستي، الواد لطفي كان معزوم في فرح امبارح، والفرح ده قامت فيه عركه وانصاب، نقلوه المستشفى، وعين الواد ما عندوش بطاقه، بطاقته معايا، ممكن تاخد البطاقه توصلها له؟ ان كانت اصابته خفيفه يبقى هيخرجوه، وان كانت اصابته تقيله يبقى تروحي تطمني عليه عشان احنا كمان نروح نزوره بعد كده، ولا ايه يا معلم؟ اه ماشي. طب بس عرفته في انهي مستشفى؟ في القصر العين. خلاص اروح له، امر لله. وبقول لك ايه؟ لو لقيتي عليه حراسه ما يهمكيش، خشي له على طول، ده واحد من سكانك يعني يعتبر كده. وانا بتهت، والنبي لو عليه حراسه من البوليس الدولي هخش برضك. ايوه يا فندم. مش دي الاوضه بتاعت لطفي؟ لطفي مين يا فندم؟ لطفي اللي اتعور في الفرح امبارح. ايوه. طيب ما انا ثانيه واحده يا فندم، استاذن لحضرتك الاول. لا طمن سعادتك، كله تمام يا فندم. ايوه يا فندم. في ايه؟ واحده ست بره عاوزه تدخل يا فندم. اه دي لازم نربط اختي. طب دخلها. استنى، يمكن ما كنتش نربط. لقيت يا مدحت ان دي احسن طريقه، نعمل اني اتصبت في الخناقه واجي هنا عشان اقابلكم بعيد عن عنهم. اذا كنت تعبت يا مجدي بالمهمه دي انا مستعد احل محلك. لا يمكن، لا يمكن دم العقيد صلاح يحيى يروح حضر، دول هم اللي يتموا ولاده، انا لازم اكمل مهمتي. ماشي يا مجدي، ربنا يوفقك. بالسلامه يا حبيبي. اتفضل يا فندم، ساعتك فين مستظرك؟ يا ايه الامور دي؟ امال انا فين البرتقال؟ صباح الخير يا والنبي. انا عارفه اقول لك يا لطفي ولا حضرة الظابط مجدي، ولا الله اعلم اسمك ايه دلوقتي. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ انا حبيبك. اسمك ايه؟ انا المقدم مجدي لطفي. يبسطك ده ولا يزعلك؟ لو كنت سالتني السؤال ده قبل ما احبك واغرق فيك رشوشتي كنت اقول لك يزعلني انك تطلع ظابط. كلامي اللي بتقوليه ده؟ انا حبيبي شاب غلبان اسمه لطفي، مش ضابط كبير اسمه مجدي، وباين انه من عيله كبيره. حاكم يعني اسمع انهم بينقوكوا على الفرازه في الكليه، يعني ولاد ناس. يبقى معقول هتتجوزني؟ طبعا انا خبيت عنك شخصيتي لان ده شغلي، انما اكيد في يوم من الايام كنت هكشف لك عنها. ما كشفت خلاص يا بيه، اعوضي على الله بقى. ايه بس بتاع ما بتقولي الكلام ده؟ أنا حبيتك وحبيتك أكتر لما عرفت إنك ما تعرفيش أي حاجة عن البرنس وإنك ضحية من ضحياه. صح
صعبت عليك مش كده؟ طيب ما انا حبيتك وهنتجوز في اقرب وقت. خطه برضو من خططك لحضره المقدم؟ اوه بعدين معاك يا تامر، ما تعالي معانا. خد يا عم بطاقتك اهي، ربنا يحنن عليك بعيد عني. طيب الله انت تعب مش كده؟ ايوه يا مان طعم. وسايبانا ورايحه فين؟ ما تخليكي معانا شويه. دي احلى من الوصف اللي انت وصفته لنا قوي يا ابيه. هو الابيه يكلمكم عني؟ طبعا ده قاعد ليله بحالها مسهرنا للصبح، وكان بقاله شهر ما دخلش البيت، قاعد يقول لنا عن حلاوتك وطعمتك وجدعنتك. ايه جدعنتك دي يا ميرف؟ بحب افتوها ولا ايه؟ صحيح عن شجاعتك كويس؟ شهامتك. مش هي دي مش هي دي الليله اللي انت قلت لي فيها ان خبطتك عربيه اتقصبت رجلك؟ ايوه هي. ايه لما انت والدني قصبت رجلك وانا قعدت ادور على الخط؟ ايوه. ساعة لما بصيتني في خدي صح؟ تعيش. هو باسك في خدك؟ ايه الخيبة دي يا مجدي؟ ايه الخيبة دي يا مجدي؟ انا؟ توتفوا عليا ولا ايه؟ اصل اللي مزعلني حضرتك ودي اختك ميرفت ودي اختك وفاء. اللي مزعلني يا اختك ميرفت انه فضل مخبي عليا شخصيته وما عرفتوش غير من ربع ساعة بس انه ظابط. ايوه عشان البرنس تاجر مخدرات وكنت هتتدبسي معاه في قضية والمصنع كان هيتصادر. يا خبر. انما الحمد لله طلع البرنس بيمارس نشاطه بعيد عن المصنع. فين يا سيلو يا سيما يا إيه؟ قلت لك مجدي وبلاش كلام في الموضوع ده دلوقتي. بس تعرف اختك شبه الصوره خالص. اوه ولسه ما لما هتشوفي ال 18 الباقيين هتقولي ايه؟ 18؟ ها؟ بس طلع النبي انت 21؟ ايوه. يا لهوي ده ابوك ما كانش بينظر حوله خالص. انت كل مصر بعيد. لا كان بيبص لامي بس. انا مش ممكن اسيبك ابدا، لازم اخدك معايا. تاخديها معاكي فين بس وتبوظوا الشغل وتكشفونا؟ ابقى انت تعلمنا البيت بعدين، لكن انا هاخدك وفلسع. الله، ايه فلسع دي يا ميرفت؟ لا مؤاخذه، اصلا انا قاعده عليهم. انا متهيألي ان حبه فيكي لما تيجي تتجوزوا هيكتب لك يافس على فستان الفرح، يا ناس يا شر كفايه قرب. وافوت في الحديد. خليتهم افرجوا عن لطفي. هو كان محجوز؟ طبعا مش خناقه وفرح وهيصه وزنبلطه ومعهوش اي حاجه تثبت شخصيته. اول ما خدوا البطاقه وقروها سابوه على طول. طب والاصابه بتاعته؟ اصابه خفيفه قوي في وشه وكتفه. طب وهو فين؟ في القسم، هم هيفرجوا عنه من القسم. يا سلام عليك يا طعمه بنت عم السيد. النبي ما انا عارفه من غيري هتعيشوا ازاي. هو احنا كنا عايشين يا طعمه. التعليمات دلوقتي هي تجسيد جهودك للقبض على المصدر الرئيسي. لو وضعنا ايدينا عليه يبقى قبضنا على اكبر مصدر لكلب مخدرات في البلد. ربنا يسهل. تحب حد يساعدك ولا نغير الخطه الاصليه لحاجه تانية؟ لا لا متشكر، كله ماشي تمام حسب الخطه. السلام انت. ربنا يوفقك. لا بلاش، خليك انت بعيد عن المواضيع دي. لا والنبي، ما دمت اقدر اعمل حاجه تبعد البرنس ده عني. اصل بصراحه البرنس بيحبك وهيحاول يجري وراكي وانا بغير عليك. والنبي يا مجد شفتي من اول ثانيه اهو. ايه مجدي دي بقى؟ يا لهوي انا قلت مجدي؟ انا وايه لهوي دي كمان؟ يو يا حسني ما انش عارفه اقول حاجه النهارده خالص. ايه يا حسني دي كمان؟ يو خدي بالك هتعمل من الاسم لو تبوظي كل حاجه. طب سيبك بس من الاسامي دلوقتي، قول لي اقدر اعمل ايه؟ انا هقول لك. صباح الخير يا برنس. صباح الخير. شوف بقى بعد اللي حصل بيني وبينك خالته مبطه فهمتني ان الخناق ملوش لزوم وان التفاهم احسن. وبعدين؟ وبعدين انت ناوي تعمل ايه دلوقتي؟ انا تحت امرك، اللي عايزاه هيمشي. طب انا بقول لك ايه، اكتب لي عقد ايجار بنصيبي في المصنع واديني يعني اجره معلومه كل اول شهر. ماشي. ولا اقول لك انت تدير المصنع شهر وتاخد ربح وانا شهر واخد ربح؟ اقول لك انا ايه رايك اكتب لك المصنع كله بس على شرط تتجوزيني. المصنع كله كله
طب وانت هتعيش من ايه؟ انا بقى اتدبق لي على شويه بضاعه من بورسعيد ارزق منها. عارف لو كنت بتكدب عليا يا برنس هعمل فيك ايه؟ ايه؟ هملص لك ودانك. وقالك طنطا اكيد؟ اكيد. طيب يا طعمه سيب الباقي عليا انا. الو ايوه الاسعاف. من فضلك والله احنا هنا مصانع حلويات الكتكوت في درب العسال في باب الشعريه. عندي عامل من عمال جات له ازمه قلبيه. ايوه والدكتور بيقول لازم نقله بلده. فبعتوا لنا عربيه من عربياتكم عشان ننقله. ان شاء الله يكون الكيلو ب 100 جنيه يا فندم. دي مسؤوليه الولد بيلف. بسرعه وحياه والدك. ايوه مصانع حلويات الكتكوت درب العسال. بسرعه الله يسيئك. هات البضاعه يالا. هتطلع مع البضاعه لون. ماشي. وانت انا ليه شكل دكتور كده. والله دكتور عدس. يلا استعدوا للخليعة. ربنا يقدرني على خدمة الشرطة يا سعادة البير. بس لو كان عندك معلومات عن الراس الكبيرة اللي بيتعامل معاها البرنس قول لنا عليها، تبقى اديت خدمة كبيرة قوي لينا ولبلدك. أنا نفسي أخدم بلدي وأخدم الشرطة يا سعادة البير. بس بشرفي أنا لو أعرف لأقول. صادق يا نون. أصل البرنس ده تعبان أوي يا سعادة البير، محدش يقدر يعرف سره أبدا. اطمن هنعرفه. بس احنا عايزينك بقى تختفي كام يوم كده لغايه لما نخلص مهمتنا. انا تحت امرك يا سعاده البير. هننزلك كده في القنده تقعد فيها كام يوم بس ما تتضايقش. لا ماشي بيه. وهيصرف لك مكافاه كبيره عشان تبتدي بيها حياه جديده شريفه. متشكر قوي يا سعاده البير، بس انا ليا خدمه صغيره عند سعادتك. خير؟ توصلوا لمراتي ورق طلاقها. لا لسه بدري على الكلام ده، مش وقته. المعلم هتضربه؟ ايوه يا معلم. ايه؟ معقولة دي؟ دي العربية طلعت من 6 ساعات، عليها الدكتور والعيان والبضاعة ومعاهم النون. طب مع السلامة. لا تكون العربية اتعطلت ولا حصل لها حاجة في السكة. ولا ده يكون عملوا حادثة واللي فيها ماتوا. ماتوا؟ ده أنا اللي هموت. مساء الخير. أهلا يا طعم. ممكن والله يبارك لي؟ مبروك. على ايه؟ البرنس خطبني وانا وافقت يا سيدي. برافو. ايوه برافو. والله العظيم انا خايفه خطتك دي تدبسني واتجوزه بصحيح. لا ما تخافيش، هو الخوف بس انك انت اللي تحبيه وتجري وراه. هو مين ده؟ اجري ورا البرنس؟ ده هو واحد بس اللي هجري وراه ويجري وراه لحد ما يدوخني. مين ده؟ علي الطلاق بالثلاثه وانا قايله. في يعني سوا في الحارة سوا في المصنع؟ في أي مكان. اسمع
مطلع عليك يا شيخ فاهم. مطلع عليا؟ ايه ده؟ مطلع عليا؟ ايه ده؟ اوعى يا شيخ. اطلع على حرمه على ياي. سيبه اتفرج شوية. ايه ده؟ حلاوتك يا لهوي. لا جدع جدع ولا لا جدع يا دي المصيبة. لطفي حصلني على جوه. لما انت واد مخربش كده مخبى عليا ليه؟ مخربش؟ مخربش فين يا معلم؟ يعني دراعك بعشرين راجل. اصل الافتراء وحش يا معلم، وساعة الغضب الواحد ما بيدراش هو بيعمل ايه. بقولك يا لطفي. ايوه. لو لقيت لك شغلانة تكسب منها فلوس تشتغلها؟ ايوه اشتغل بس بشرف. يعني لو لقيت شغلانة بدل شغلانة الضرايب والحسابات والحاجات الهافة دي تشتغل؟ ايوه اشتغل. لو قلت لي ترمي في النار ترمي بس بشرف. ايوه كده راجل اظهر على حياتك. ايوه وانا حقيقتي وحشة؟ لا بس الشغلانة اللي عايزك فيها عايز واد منظر زيك كده وعافي عشان تلاقي عليه البدله المستورده والحته المرسيدس. مستورده ومرسيدس؟ مره واحده يا معلم انت بتهزر. لطفي. ايوه. لو قلت لك تبيع عمله تبيع؟ ابيع عمله؟ وده حلال ده ولا حرام؟ العمله 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 حرام حلال عمله حلال. ايوه حلال خلاص علمني وانا اتعلم. لا حلال. لا الشغلانه ديت مش عايز علامه، عايز نظافه مخ. يعني مخ ينضف من الصين؟ اعتبرك موافق؟ ايه انا من ايدك دي لايدك دي بس اشهر. هوضبك بالليل بالخليعه يا لطفي. السلام عليكم. ها اللي يشوفك كده يقول عليك ابن ناس. الله امال انا ابن ايه يا معلم؟ ابن ناس بس ناس نص نص. شكرين قوي يا معلم. يلا بالخليعه متشكرين قوي. شكرا. يلا يا اركن دي. لا لا اوعى انت ما اركن هالي يا معلم. انت بتسوق يا لطفي؟ وانا ما قلتلكش ان انا كنت بسوق اتوبيس بالمنصوره. ده انت عظم يا لطفي. وليه اركنها واجي معاك؟ لا انا المره دي هدخل لوحدي، المره الجايه هاخدك معايا. اه طيب ماشي. استنى لحسن ده في اطراب هنا. شايف البيئة اللي ظهروا لينا هناك دي؟ ايوه اللي قاعد مع البيئة بتاعك. ايوه يطلع مين ده؟ ده معرفوش انما عربيته اهي اللي هناك دي. ايوه فندم. شاكر اوي. عفوا فندم. كامل كامل اول سلك حرير طبيعي هاند ميد. هاند ميد كده اتفضل. عربية الراجل الكبير اللي هناك دي. كامل كامل اول سلك. Thank you.
سلامة يا برنس. الصفا اللي في طريق بص اسكندريه صاحبها راجل خير ومحترم جدا اسمه حسين الشنتوري يا فندم. عارفه ده لسه من بره الشهر اللي فات بخمسين الف جنيه للجمعيات الخيريه كلها حركات دعميه يا فندم. نهاجم الفيلا يا فندم يمكن. لا الجماعه الكبار المهربين اللي زي دول ما بيشيلوش حاجه في بيوتهم بيوزعوها على البرنس وغيره وغيره وغيره. مساء الخير. اهلا يا مجدي. خير؟ خلاص يا فندم قربنا نوصل للراجل الكبير وهنجيبهم كلهم متلبسين ان شاء الله. طبعا سجلت كل تحركاته. كله تمام يا فندم. هيحددوا ميعاد التسليم بالتليفون. تراقب تليفوناته. اطلب لي اذن من النائب العام لمراقبة جميع تليفونات البرنس. حاضر يا فندم. الو. ايه؟ ايوه. 947-634. ايوه. هو في شويه خرفشه كده. انا معاك واحد يصلحه حالا. طب اصلا انا نازل. ولا يهمك ربع ساعه بس ونازلين عندي. ما تاخروش. بقول لك ايه؟ الله هو بوظه ولا ايه؟ لا لك طبق فول يا عم بقى. ايه؟ مالك بلمت كده؟ اللهم صل على النبي. مالك احلويت وتشيكت كده ليه؟ كله من خيرك وخير برنس. انت خلاص عششت في نافوخه؟ الله اللي خلاني عششت في نافوخك انت يا جميل مش هعشش في نافوخ البرنس برضو. يعني خلاص مش هتاكل فول من ايديا تاني؟ ازاي ده؟ وانا اقدر استغنى عنه؟ حتى لو استغنيت عنه مش هقدر استغنى عن ايديك الحلوه. ولا هتخليني اغسل لك هدومك تاني؟ لا لا خلاص بعد كده كله على مغسله الهيلتون على طول. يا حلاوه. امال ايه؟ مش امبارح سهرت مع البرنس في الشيراتون؟ على الرصيف برضو؟ لا لا جوه في النايت كلاب. في النايت كلاب؟ طب اوعى بقى اوعى بقى من وشي الراجل ده هياخدك يلففك على المحلات اللي فيها قله الادب والبنات اللي وانت ودين النبي لا 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 اجيب دماغه في الارض وقتله خالص. هدي نفسك شو سوق الشغل؟ ما هو انت كمان. طب يبقى انكش روحك ولا بوظ شكلك شويه. خلصت يا ريس؟ هانت يا بيه كلها نص دقيقة وخلاص. استنى بيه لما تجرب يا بيه. يا اخويا جرب انت على مهلك براحتك خلصني. حاضر يا بيه. يعني المصنع كده بقى ملكي؟ ده عقد ابتدائي هتروحي مع لطفي يسجلهولك في الغرفة التجارية وبعد يومين ثلاثة تروحي تسجلوه في شهر العقاد. ماشي. والولاد ان شاء الله هاخدك افرجك على الشبكة. بس الساعة 6 قبل المحلات ما تقفل. من عينيا. وبعد يومين ثلاثة اخدك افرجك على الشقة اللي هتقعدي فيها شقة حرامنا. ربنا ما يحرمني منك يا برنس. شفت انا مش حرمت من اي حاجة اهو. بالخليعة بقى يا لطفي. ماشي يا ريس. لا عندي شغل. مبروك يا استطعمة. ايه بتقول لها حاجة يا لطفي؟ لا انا بنبارك يا ريس. بالخليعة يا اخويا. ربنا يكرمك يا معلم زي ما اكرمت طعمة. الخير مفيش اجدع منه. دي هي فرحة قوي بالعقد. عقد بينه وبينك ده زي قلته. ايه؟ زي قلته؟ حتى لو سجلته؟ ايه يعني؟ بعد لما نتجوز كل حاجة هتبقى بتاعت هي والعقد والمصنع وكل. ايوه بس دي بتحبك يا معلم. النسوان ما بيحبوش الرجالة اللي عشان فلوسهم. وبينه وبينك اللي زينا النسوان خطر عليهم. عبد العال دي اللي حجزت الاوضه باسمه. ده معلم زي كده بس يحب يستلم بضاعته بعيد بره بعيد عن الحكومه. لا هي فيها ممنوعات؟ لا طبعا. وبعدين ما تستعجلش بكره اتعلم يا كرودي. تعالى.
خد الوصل ده. تعمل ايه؟ تاخد تاكسي وتروح شبرا الخيمة للمعلم عرس بس وتيجي. يلا بالخليعة. خد. ها. يا رأيك بقى في شغلنا؟ شغل البرنس ولا الضرايب؟ ضرايب ايه يا معلم؟ البرنس وبس. اتفضل معانا. الو. ايوه يا برنس، الحاجات وصلت واستلمناها وجاهزه على التسليم. فاجئتني الليله. ممكن التسليم بعد بكره؟ لا، انا اللي بحدد الميعاد والمكان يا برنس، مش حد تاني. زي ما تشوف حضرتك. التسليم في الكيلو 40 في الفيلا. حاضر يا فندم. مع السلامة. مع السلامة يا فندم. لازم الليلة. ايه مالك في ايه؟ اصل عندي شغل يا حبيبتي، فمضطر ما اقدرش اخرج معاك النهارده، معلش. طب اجي معاك، مش انا دلوقتي بقيت شريكتك؟ ايوه، انت عارف ان شغلنا صعب وجامد يعني. كله يهون عشان خاطر جوزي حبيبي. يا سلام، ده الحب حلو قوي شكلنا. يلا بقى عشان ما نتاخرش. يلا. دلوقتي احنا عرفنا ميعاد التسليم ومكان التسلم، خطتنا ان احنا نقبض عليهم متلبسين، فاهمين؟ مساء الخير. مساء النور. امال فاطمه فين؟ خرجت مع البرنس يشتروا الشبكه. شبكه؟ من امتى؟ من ربع ساعه. ساعه؟ الساعه 8 والمحلات قفلت. انا عارفه بقى. هو بيجري كده ليه؟ اذنك التليفون يا ريس. اتفضل. البرنس دلوقتي في فيلا المهجورة عند كيلو 40. ايوه، اديكوا اشارة الهجوم باللاسلكي. ايوه تمام تمام يا فندم. حولي. سلام. كابش تعالى معايا الساحة. تعالى. تعال. طوع عندكم في الحاجز لحد ما اطلبه. تعال يا فندم. امسك يا سيادة. ايه ما تنزلي، احنا لسه قدامنا ساعة زمن عبال ما الشغل يبدأ. يا لهوي، ده انا كده اتأخر قوي. ايه، هنرجع في كلامنا ولا ايه؟ لا لا، نازل. محمد.
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. والنبي يا برنس انا في عرضك. مش هبقى جوزك خلاص يا فاطمه. لا مش قبل كتب الكتاب يا برنس. اخص عليك ما تزعليش منك يا برنس. لا والنبي. لا هنا عشان تقول الحكاري. دي فلوسك يا بنس بيه وبرضه فلوس ناس يتامى ما يصحش. وعرفت هنا ازاي؟ الولا عمر هو اللي قال. عمر؟ ايوه ده عمر ما يعرف هنا ولا ايه يا حضرة الظابط؟ مش برضه حضرتك الظابط؟ يبقى هتفلك هنا. لو عايز تموته موتني انا الاول يا برنس. ما تخافيش هموتكم الاتنين مع بعض. عنك انت ايه يا دوكش؟ ايه اللي جابك؟ انا مشيت ورا الواد ده وشفته هو بيقبض على عمر فعرفت انه مباحث، خصوصا بعد ما بعد النن عننا وكان عايز يبعدني عنك. ما تخافش مش هيقدر يبعد حد بعد كده. لا 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 ما توسخش ايديك انت يا معلم بالحكايه دي خالص. ما توسخش ايديك. هدى. ايه ده انت مقبوض عليك؟ انا النقيب عادل شوقي. اللعبه خلاص انتهت يا برنس. انا الوحيد الحمار اللي فيكم. فعلا انت الحمار الوحيد. اللعبة لسه ما انتهتش يا شاطر. خدوهم. وصلت بيه. بس يا خساره مالكش فيها نصيب. ليه بيه؟ لانك طلعت غشاش ونصاب كمان. مش فاهم. الخطا الاول الراجل والبنت اللي جبتهم معاك لحد هنا، والخطا الثاني الدولارات المزيفه اللي اديتها لي. مش عيب يا برنس؟ انت لازم تموت. لا يا بيه.
يا فندم. ظبطنا كل البضاعة وظبطنا عملات مزيفة بكميات كبيرة قوي يا فندم. يا فندم سيادتك مش تيجي معانا ولا ايه؟ لما اخلص من التحقيق اللي في ايدي ده. ربنا يوفق سيادتك يا فندم. خدوه. حاضر فندم. هياخدوني بس راجع لك بعد 25 سنة. ولاتين اللي فوق هاخد اعدام واجي لك برضه. بعد اذنك يا فندم. تحبي نبتدي تحقيق هنا ولا في البيت احسن؟ اللي تشوفه يا فندم. بس الصراحه بقى انا شايفه التحقيق هنا يبقى لازم كتير.